فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين استقبال ضيوف. تمشي كل معنا بالتليفون لاعب نجم المتلوي على الدين قماشلي، وعمل العمليه او بشمل العمليه على الارك المتقطع، لكن قبل هذا الهدف الاول للنجم الساحلي في اخر دقيقه تقريبا من الشوط الاول ضد السيابي، هدف اللاعب اللي في فورمه في الفتره الحاليه الجزائري الطيب مزياني، بعد ثلاثيه الاسبوع الماضي هدف جديد المزياني، تقريبا اسيست من ايمن صفيقسي، ومزياني سجل الهدف الاول للنجم الساحلي. بوم مش واضح برشا مسها والا صفيقسي هو صاحب الهدف. على كل المقابله الثانيه هي حاليا تقريبا في نهايه الشوط الاول ايضا في نفس التوقيت بين اليو اس مو والسي اس اس، التعادل السلبي ايضا دون اهداف. دونك كما قلت لاعب نجم المتلوي على الدين قماش، تفاجئنا البارح اعلان نجم المتلوي اصابته بالاربطه المتقاطعه، ما عندوش برشا عليه، كان معنا بالتليفون، كان اصيب بالكوفيد وغاب مده على الميادين، دوبا رجع تقريبا اصابه جديده، تقريبا سوء حظ يرافق الملاعب هذا. معنا بالتليفون علي، نحكي معاه اكثر اصابه. علي اهلا بيك. اهلا بيك سي منصور، مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين. شنو احوالك، شنو الامور؟ والله الحمد لله اخويا، الحمد لله. باهي، لو كان طمنا علي على صحتك، كيف صارت الكونتاكت في المقابله؟ صحيح خويا، كان في مقابلة بارح على السبت، أنا أول كونتاكت في الماتش تحكي لا فرست ثاني وجارديان، ثاني وجارديان تاع بيجا، وخارج معايا بالقوية، هو خارج خارج بالقوية، لا غالب واحد التاقي تحت وجات كو قوية، وصار في صار. وقتاش باش تعمل العملية إن شاء الله؟ إن شاء الله بعد غدوة نهار الجمعة إن شاء الله. تقريبا ما عندك سوء حظ كما قلت عليه رافق فيك المده الاخرى، رجعت من الكوفيد تقريبا رغم اني كنت عدى فتره باهيه مع نجم المتلوي، رجعت من الكوفيد، جاتك الضربه هذه في توقيت خايب لك انت. صحيح والله صحيح، جاتني كورونا معناها فريد تسمى عندي مجهود بهين وفورم حاضره، ورجعت زاد كورد زاد ماتش شويات، وبعد رجعت معناها البلاتي تيرير ماتش كوز افريكان، رجعت البلاستيك عملت ماتش باهي، وبعد الماتش من بعد ماتش باهي رجعت معناها كور كان من الاول، وصارت الضربة على غالب واحد قضاء قدر زي ايش كتب لي ربي، معناها كتيبة ربي ما عندك مطرد منها، الحمد لله على كل حال ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. حتى فريقك ظهر لي جيت الضربة في وقت خايب، نعرفوا المتلاوي تقريبا في من الفرق المهدد تفادي النزول، تقريبا ليفيكتيف ليميتي شويه نتاع المتلاوي من ناحيه الكم، كذلك باش تخلي بلاستيك على الفريق ظهر لي في وقت صعيب. صحيح صحيح على غالب ضربه لي يعني وللجمعيه ولا بيت، ان شاء الله نخلي رجال حاجه رجال يعني ان شاء الله يعوضوني احسن تعويض، وان شاء الله لا بيت قدرت ربي تمنع ولا بيت ان شاء الله. ان شاء الله. وقفوا معك علي اصحابك الملاعبين المسؤولين الناس كل واقفين معك. صحيح والله يرحم والديهم خويا سليم، ما تصورش برشا عباد ما كنتش تصورها، مش كلموني والبلايص الكل من هنا من انتجاب السعوديه حتى من السعوديه كلموني، الحمد لله خويا محبة الناس ما تشتريش بالفلوس، الواحد الحمد لله البلاصه اللي نمشي لها خاطر فيها مرتب ونظيف ونقعد معاها الناس الكل تحب ونتلام هم تليفونات، المهم يزيد مكان قوه وعظيمه بقدرة ربي الواحد يرجع لباس وخير برشا نصبر ان شاء الله. ان شاء الله. على كل ان شاء الله لاباس علي، وان شاء الله ترجع اقوى من قبل. عايشك خويا سليم، عايشك وشكرا، ونشكر بالله بالمناسبة هذه، نشكر عائلتي اللي وقفوا معايا بالباهي، ان شاء الله أكثر حاجة على خاطر مهمة بقدرة ربي باش نرجع أقوى من قبل برشا ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحة عليك دينينغ، مش فاصل ثم مكملين في بلاي حتى المطلة في ونص.